جاي هنا من الساعة 6 الصبح عشان أغير شهادة الميلاد الفار رقم الثلاثي. رحت التجنيد جيت لي جاي أدنهم كل من الساعة 6 الصبح محدش راضي يعبرني. لا الصف ماشي ولا في عمال شغالة والناس كلها معطلين حال الناس واقفة كلها. ليه 3 أيام باجي هنا؟ عشان غلطة بس في غلطة في الشهادة بس بالاسم. بدل ما هي ذكر بدل ما هي أنثى عاملين لها ذكر. وليه 3 أيام؟ وأنا تروح تعمل فيش وتعمل تكرير طبي وليه 3 أيام على نفس النظام ده؟ أنا رحت أبنوب لقيتها أزحم من هنا يعني أبنوب أفكرها فال هون عن هنا. لقيت هنا هوات أسخن من أبنوب، لقيتها زحمة أزيد من الكل. طب وانت جاي تعمل ايه؟ جاي استخر شهاده ميلاد. بقالك كام يوم عشان دي لي النهارده 4 ايام عشان اطلع شهاده الميلاد دي لابني. ساعات نقول لك نكفي ونمشي ويسيبونا تاني كل يوم بكره.